على أرض اللاذقية حل البطريرك يوحنا العاشر يازجي بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للروم الأرثوذكس حل ضيفا عزيزا بين أهله في زيارة تمتد لأيام. مزيد من التفاصيل في التقرير التالي. هكذا شرعت اللاذقية قلبها لاستقبال ابنها ابن سوريا البار غبطة البطريرك الأنطاكي يوحنا العاشر يازجي بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للروم الأرثوذكس، والذي تستمر زيارته لعدة أيام يلتقي فيها الشباب والفعاليات الروحية والاجتماعية في اللاذقية. زيارة رعائية أولى إلى أبرشية اللاذقية وسط استقبال ديني وشعبي لائق ازدحم برائحة البخور والزغرودات وأجراس الكنائس. وصلاة شكر أقيمت لاستقباله في كنيسة كدرائية القديس جورجيوس. اليوم نحن عم نقدم رسالة للعالم أجمع كيف نحن عايشين بهالبلد الطيب، ونحن بالطبع في هذا الشهر الكريم الفضيل شهر رمضان بشكل خاص أتوجه إلى إخوتنا المسلمين بشكل خاص بكل دعاء صالح، ورجاءنا أن هذا الشهر بيترك بركاته وخيراته على بلدنا الطيب سوريا، وتعبر هالعاصفة المنريدة بأسرع وقت تأمر من هالبلد. شعورنا هو شعور فرح وشعور تعزية، لأنه اللحظات اللي عم يزورنا فيها صاحب الغبطة هي لحظات نحن بحاجة لتعزيته لوجوده معنا كشعب. نحن ملتزمين بحب الوطن وداعيين بكل مشاعرنا وبكل قلوبنا لحب هيدا الوطن. اليوم اللاذقية تبتهج وتفرح وتتهلل بقدوم ابنها البار البطرك يوحنا العاشر إلى مدينته في زيارة أولى لهذه الرعية بعد أن سيما بطريركا على أنطاكيا وسائر المشرق. غبطة البطريرك الذي استحضر ماض ما فتئ يجري في عروقه إلفة وتعايشا ومحبة، قال إن مسرحا من العيش المشترك ما زال يمرح في الذاكرة، وإن جسر التلاقي والمحبة لن ينهدم، فسوريا التاريخ والعراقة لا يمكن أن تكسوها رائحة القتل وصوت الرصاص، وإنما سوريا الحضارة والازدهار لا سبيل فيها إلا للحوار والحياة. باسم عباس، تلفزيون الدنيا، اللاذقية.